العديد من المشاهير التقوا ببعضهم من خلال الأعمال الفنية، فكانت نظرة ثم لقاء ثم علاقة حب تكللت بالزواج. بعض من هؤلاء المشاهير كانوا تزوجوا بعضهم فعلا على الشاشة في مشاهد زفاف من خلال الأعمال الفنية، ثم تزوجوا في الحقيقة. علشان كده النهاردة ده موضوع حلقتنا. جمعنا لكم معنا النهاردة في ألبوم صور المشاهير اللي تزوجوا بعضهم مرتين على الشاشة وفي الحقيقة. أي زفاف أجمل، الزفاف الفني أم الزفاف في الحقيقة؟ شاركونا برأيكم في التعليقات بعد ما تشوفوا الصور. الفنان شريف رمزي والفنانة ريهام أيمن وصور زفافهم في مشهد من مسلسل، وده زفاف شريف رمزي وريهام أيمن الحقيقة يهما أجمل. صورة عمر الشريف وفاتن حمامة في مشهد زفافهما من فيلم، ودي صورة عقد قران الفنان عمر الشريف وفاتن حمامة في الحقيقة أيهما أجمل؟ وده مشهد زفاف الفنانة ليلى مراد والفنان أنور وجدي في أحد أفلامهم، ودي صورة الفنان أنور وجدي والفنانة ليلى مراد تزوجا فعليا أثناء مشهد في فيلم، وده مشهد زفاف الفنانة صباح والفنان رشدي أباظة في أحد أفلامهم، ودي صورة زفاف الفنان رشدي أباظة والفنانة صباح الحقيقي أيهما أجمل؟ مشهد من زفاف الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين في فيلم، ومشهد زفافهم أيضا في فيلم آخر. أما ده زفاف الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين الحقيقي وكان مشهد في فيلم. مشهد زفاف الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار في فيلم، ودي صورة من زفافهم الحقيقي أيهما أجمل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. زفاف نور الشريف والفنانة بوسي الحقيقي، صورة مشهد من فيلم لزفاف الفنان نور الشريف والفنانة بوسي، مشهد زفاف الفنان محمد فوزي والفنانة مديحة يسري الحقيقي، وده مشهد زفافهم لكن في فيلم. ودي صورة زفاف مشهد من فيلم للفنان إيهاب نافع والفنانة ماجدة، لكن دي صورة زفافهم الحقيقي أيهما أجمل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. مشهد زفاف أنجلينا جولي وبراد بيت في فيلم، ودي صورة زفافهم الحقيقي عام 2015. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، مستنية رأيكم في التعليقات. مين من النجوم بتفضلوه؟ وصور زفافهم أحلى ولا صور زفافهم في مشاهدهم الفنية؟